من أول علامات الاستقلالية هي حصولنا على بيتنا الخاص، وأول ما هيدا الشي بيحصل بيصير كل همنا كيفية تزيين هالبيت بطريقة جميلة. مود فيت موقع بيساعدنا على اختيار الأنسب لذوقنا من خلال استشارة مختصين. هاي محمد، كيفك؟ تفضلي. ميرسي. سو هذا البيت one of our clients، كانت نقلة على دبي الجديد وما بتعرف شيء بالسوق هون، فكان البيت فاضي وقررت تشتغل البيت معنا through مود فيت. فعملت ديزاين كله مع واحدة من الديزاينرز وفرشته كله بلا ما تنزل على السوق بيسكلي. سو كل شيء عم تشوفيه ليفينج روم هون والبدروم فوق كله الديزاين عمل اونلاين، والبيرتشيسينج للايتيمز كله كمان صار ثرو مود فيت. انا واحد من المؤسسين ثلاثة تبعوا المود فيت، شركة مود فيت، وهلا انا مقيم ببيروت وبجي مبدئيا مرة بالشهر او مرتين بالشهر على دبي كرمال الشغل. يعني انت قطعت شيء بتجربه هيك عذبتك انت وعم بتظبط بيتك، انت اول شركه تبعك لخلتكم تفكروا بهالفكره او بس حبيتوا تفتحوا شركه؟ الاثنين بعتقد. يعني at some point كنت عايش بدبي انا قبل من 4-5 سنين، واول ما نواصل على البلد ما بعرف بالضبط من وين بدي اشتري المفروشات، الغرض الصح، الاسعار المزبوطه، شو اللي بيسبق مع بعضه. يعني فوق هالشيء بدي اخذ نهار اوف من الشغل لروح ابرم بالسوق لاقدر اتاكد من الغرض. وكفكره بزنس لحنا انا وماي بارتنرز طارق وغسان بلشت الفكره كبروجكت للجامعه للام بي اي بروجرام. يعني تقريبا احنا اخذت معنا سنه وشوي لعرفنا بالضبط شو المشكله عم نحلها. كتير غيرنا بالكونسبت، كتير غيرنا بالويب سايت، كتير غيرنا بكيف عم نعرف عن مود فيت لحتى وصلنا بالمطرح اللي احنا فيه هلا. محمد خلينا نقول هلا انا حبيت اغير الديكور تبع اوضتي، كيف بقدر استعمل الويب سايت؟ لتغيري ديكور اول شيء بدك تعمليه بدك تفوتي على الويب سايت moodfit.com وفي بطن ات ستارت. اوكي، اول شيء مطلوب من الزبون هو انه يقول لنا شو التايب اوف رومز اللي بده يعملها، ليفينج روم، دايننج روم، بيدروم. سو خلينا نجرب مثلا اذا عم نقول ليفينج روم. اوكي، وبعدين ساعتها الزبون بيقدر يشوف الديزاين كويز، يعني بيقول لنا حبيتها مثلا او حبيت هذه الصوره او ما حبيتهم، ساعتها بيقدر ينقي. يعني بتعطوا ديفرنت ستايلز من الصور لحتى تشوفوا اي اكثر شيء قريب له. مثلا طلع بهالحاله صوري نقيتهم اتس اكلكتيك، وعلى اساسها نحن بنقول له للزبون انه في هول ثلاثه ديزاينرز، مثلا في عندنا نور مثلا وفيفيان وانطوان. الزبون قادر يشوف البروفايل تبع كل ديزاينر وينقي الاكثر شيء بتعجبه او بيعجبه. حلو. ساعتها بس بنطلب شويه معلومات عن البروجكت، يعني شو الالوان اللي بحبها الزبون، شو التايم لاين، قديش امتى بده ينقل، امتى بده يكون البروجكت ريدي، شو اللوكيشن تنقول بدبي، والبادجت بين 10,000 و 20,000 درهم. نحن هون ساعتها الرينج تبع البادجت فينا ايش ما بده. في شي فرنتشر براندز بده اياها الزبون او ما بده اياها، اذا في شي بده ما يقرب صابون سبلايرز، يعني في زبونات هيك وزبونات هيك، اذا في عنده اولاد، في عنده باتس، في ديفيكلت اكسس بالبيت، كلهم معلومات بيساعدوا الديزاينر يقدر يعطيه للكلاينت بروجكت اضبط او فرنتشر اضبط. اخر ستيب هي بالبروجكت انفورميشن، هي بناخذ كم صوره عن السبيس، شو الدايمنشنز، واذا عنده انسبيريشن بيكتشرز كمان يبعث لنا اياهم. حلو. At this point ساعتها بنطلب من الزبون يدفع لنا الديزاين فيه، وبينتقلوا بعدين الكلاينت والزبون على الانتراكشن فيز. In this section ساعتها الديزاينر والكلاينت بصيروا بيتواصلوا مع بعض دايركتلي على الديزاين بورد بنسميه نحن. الديزاينر بيعطيه للكلاينت مثل كولاج او مود بورد بنسميه نحن، عليه الايتيمز اللي بيحبهم او اللي عم بيقترحهم للزبون. اوكي، وكل كلاينت ساعتها بيقدر يكومنت على كل غرض، شو حب شو ما حب، شو اللون اللي بده اياه، شو بفضل يغير. وهيدي البروسس بتدلع اسبوعين، هاي الانتراكشن بين ديزاينر والكلاينت. اوكي، من بعد اخر ستيب الديزاين كيف طلع شكله، منعطيه شوبينج ليست للكلاينت. هو المفروض يروح يجيب الاغراض. يعني في عنده حلين، يعني في نحن نتوكل بهالخبريه بنسهل له العمليه، ونحن بنشتريهم بنوصل لهم على البيت. والديزاينر بيرجع بشيك على البيت من بعدها ام تخلص مهمته على الويب سايت؟ الديزاينر اللي بتخلص مهمته على الويب سايت، بيتاكد انه الاغراض تطرحه على الزبون، ونحن بناخذها من هنيك، يعني بنتاكد انه انشره مزبوط وتركبه مزبوط.
طيب محمد، كيف لقيت تجاوب العالم مع هيدا الويب سايت؟ الفيدباك لهلا كان كثير منيح، لقينا انه في عن جد حاجه لهيك نوع من السيرفيسز. طيب. عم ينبسطوا، عم بيرتاحوا بالريزالت، عم بيحسوا انه الديزاينر عم بيلقط الستايل تبع الزبون تبعهم يعني، وعم بيطلع نتيجه منيحه يعني، عم بيرتاحوا بالبيت. حلو. طيب المبلغ يلي بيدفعه كدراسه اوليه مجبور فيه حتى لو ما كمل معكم؟ الزبون اللي بده يشتغل على مدفت كرمال يفرش بيته، نحن بنشرج على الغرفه 1100 درهم قبل ما تيجي الافكار، بس نحن هيدا المبلغ بنحتفظ فيه لحديث ما نتاكد انه الزبون از 100% ساتيسفايد بالبروجكت، وبعدها ساعتها بندفع للديزاينر. وصار ما صار، اذا صار في اختلاف بين الديزاينر وبين الكلاينت، نحن ساعتها مستعدين انه اذا الديزاين كواليتي ما كانت اب تو ستاندردز او منه ما عجبته 100% للزبون، نحن مستعد نعمل ريفند للكلاينت. وفي شيء حدود بالنسبه للمساحات اللي بتكون ساعدوه فيها، يعني اذا كانت صغيره ام كبيره؟ هلا نحن بناخذ اذا في اوبن سبيس مثلا فيه اوضه قاعده واوضه صفرة مثلا، بناخذك غرفتين، يعني ال 1100 درهم هي بير فانكشناليتي. وهلا كل ما كثر عدد الغرف اللي بده يعملها الزبون ساعتها بيطلع له ديسكاونت صغير انه لنشجع يعمل اكثر من غرفه. هل فاتحين مجال على ويب سايت مودفيت لكل المصممين لحتى يعرضوا افكارهم؟ هلا حاله ديزاينر بيقدر يروح على الويب سايت بيتسجل، بنطلب نحن السي في والبورتفوليو تبعه ونتاكد من شغله، ومن بعد ما نعمل له ريفيو بصير عنده هيز اون بروفايل على الويب سايت، بيحط اعماله السابقه، بيحب يحط وين دارس، شو الاورز اللي اخذهم، شو الانسبيريشن تبعيته. محمد، هون الديزاينر عم يستفيد والزبون، انتم كيف عم تستفيدوا بهالموضوع؟ نحن بناخذ كوميشن على الديزاين فيز، يعني الزبون بيدفع 1100 درهم، نحن بناخذ حصه صغيره منها لمودفت لانه عم نعمل كونكشن، والباقي بيروح للديزاينر. متعاقدين شيء مع محلات مفروشات معينه؟ في يعني بلبنان وبدبي عم نشتغل مع تقريبا بين 30 وال 35 محل مفروشات. السنه الماضيه خلصنا تقريبا بال 60 بروجكت بين بيروت ودبي، وهلا حنكبر اور بريزنس بالامارات. من هلا لخمس سنين بدنا نصير الريفرنس بالانتيريو ديزاين، يعني كل ما حدا يفكر انه بدي افرش بيتي يصير دغري اوتوماتيكلي يقول انا ما بدي اروح برم بالسوق، بدي اروح على مودفيت عم افرش البيت. وان شاء الله على طول عم تضلكم تبسطوا الناس. ثانك يو ريم. ثانك يو لك. أعطيه خبزك للخباز ولو أكل نصه، وهيك هو فن تزيين البيوت. استشارة المختصين بتعطي نتيجة أجمل. مودفيت هدفه يسهل علينا تصميم وتزيين بيتنا على ذوقنا.